السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. هنكمل النهاردة الموضوع اللي هو بتاع الفلاجيل مع مضاد السموم. اليوم الثاني من متابعة الزغاليل، مضاد السموم مع الفلاجيل. طبعا هو فلاجيل أو أمريزول، ومضاد السموم ده اللي هو النوع المستورد اسمه يوري ميكس. هنعمل زي ما عملنا امبارح، هنحط للكمية ال 14 زغلول 7 سنتي، ضج طبعا الازازة اول 7 سنتي على ال 14 زغلول. طبعا احنا بنعطي 3 ايام في الاجل، هنأتي 3 ايام في الاجل وبعدهم ال 3 ايام خميرة. هنشوف مع بعض الطريقة مختلفة عن المتابعة اللي عملناها قبل كده يا جماعة. دوس 7 سنتي الفلاجيل، نحط عليهم المية الاول زي ما اتفقنا امبارح، ان احنا مش بنحط مضاد السموم غير بعد ما نحط المية ونقلب علشان ما يتفاعلش مع بعضه وبيكلكع، بيربط كده، بيعمل زي الحبوب كده. بعد كده نضيف مضاد السموم علشان ما يعملش كده، حوالي 1 سنتي بالنظر كده تقريبا، ونقلب تاني ونعطي كل واحد، كل زغلول من دول الكمية. طبعا انا قلت ان افضل عمر انك تعطي فيه مضاد السموم والفلاجيل اللي هو العمر من يوم الثامن لليوم العاشر، الثامن والتاسع والعاشر. نبدأ بالكبير، نعطيه حوالي نص سرنجة كده، اكبر زغليل اهو. السرنجة دي طبعا فيها بتاخد 10 سنتي، فهو احنا بنعطي كده دلوقتي حوالي 5 سنتي. نبعد اللي اعطيناه فلاجيل ومضاد السموم بالطريقة دي كده، علشان النهاردة ان شاء ما شاء الله الزغاليل الكبيرة الاهالي مأكلينها، احنا عايزين الاهالي تأكلها طبيعي بقدر الامكان، لان احنا طبعا محضنين 3 او 4 تحت كل جوز حمام بيوكلهم، لكن احنا بنساعد مرة واحدة في اليوم زي ما قلنا اللي هو مش واكل. لكن النهارده مش هنعمل للكبار دول ما شاء الله واكلين، لكن الصغير ده اللي هيبقى محتاج شويه. خلصنا الكبار مضاد السموم، لكن هنأتي الصغيرين دول نحاول نعطيها كده. ما شاء الله اعتبر خلصنا بسرعة اهوت. شوف ده يا جماعة الحضان مش موكله جعان ازاي. ليه بقى هو مش موكله كده؟ لان زي ما قلت لك دول 4 مع بعض، فانا بأكله مرة، بساعده مرة واسيبه لأهله تاني يأكلوه بقية اليوم. لان مهما تكون انت الخلطة بتاعتك بتاعت التصغيط ممتازة، يعني مش هتبقى زي التصغيط الطبيعي، يعني زي لبن الام زي ما بيقولوا. هو اللبا اللي بياخده الزغاليل زي لبن الام، كأنه هو لبن الام. يا كده احنا عطينا الزغاليل اللي معانا، لكن الكمية دي نوزعها بقى على الكبار، على الزغاليل اللي هي الكبيرة في السن اللي هي الاكبر، العمر الاكبر دول نأتي كل واحد شوية. خسارة مش هنسيبها، هو طبعا مخفف فمش هيضر حاجة، لكن هيفرق كتير جدا يا جماعة مع الزغاليل في نموها وفي الهضم بتاعها. هتلاحظ ان الزغاليل مضاد السموم والفلاجيل مش هيخلي عندهم كانكر وقاية من امراض كتيرة يا جماعة، ولا انتفاخ الحوصلة. الانتفاخ الحصلة اللي بيبقى بالمية وبالهواء مش هتلاقيه في لو انت بتاتي دول الثلاث ايام زي ما قلنا قبل كده. طيب يبقى فاضل نزغط الزغاليل الضعيفة. النهاردة هقول لك لو انت ما عندكش الميكس يبقى عندك كيس حليب زي ده، كيس حليب بودرة زي ده اهو، او في نوع وانيدو اللي تلاقيه ده ب3 جنيه، في كيس ب4 جنيه. انا هفضي الكيس اخد منه شوية كده بعد ما قطعت الكيس على قد اللي انا محتاجه، وبجهزه بمية دافية كأنه بتاع
تعمل كوباية حليب هتشربها حضرتك او اي حد هيشربها، او كأنك بتجهز رضعة للطفل، تكون المية دافية بالظبط زي اللي بتستخدمها في رضعة الطفل. جهزها وارجع لكم. بعد ما ضفنا المية نقلبها، انا مش محتاج كتير، انا بس هوري لحضراتكم ازاي الطريقة. تمام كده، كأنها معلقة حليب حضرتك، خفيف جدا. ابدأ اضغط اللي انا قلت عليه اللي هو الضعيف، اللي واكل هنسيبه. اشوف ده ضعيف ازاي، ده محتاج اهو المبسم السيليكون ده يا جماعة، ممتاز جدا في تصغير زغليل اللبة اللي هي من عمر يوم، اهو من عمر يوم، تستخدمه حتى عمر اسبوع. بعد كده معانا زغطة كبيرة اللي هي السرنجة دي، لو كتبت عليها، لو كتبت ارخص واسهل زغطة على يوتيوب، ارخص واسهل زغطة زغليل، هتلاقي دي اشهر زغطة في يوتيوب اهي. طيب نكمل تصغيط، ما شاء الله شبع اهو. حليب هيبقى مفيد جدا يا جماعة، ده لو انت ملقتش الميكسات اللي احنا بنستخدمها، اللي هو ده لو انت ملقتوش هتستخدم ده من عمر يوم، اللي هو الحليب ده تستخدمه للزغليل من عمر يوم، حتى عمر اسبوع لو انت مش لاقي الميكس. لكن هو الميكس ده بينفع في كل الاعمار، الميكس اللي احنا معانا بنستخدمه لكل الاعمار. طيب هنحتاج كمية تاني، هنزود الكمية زي ما قلت ان انت هتبقى محتاجه، اعمله عشان ما يفضش منك بمية دافية يا جماعة، استخدم عليه مية دافية، هو ناقص زغلول واحد اللي هنعمله. نقلب الكمية الباقية على قد الزغلول اللي احنا لسه شايفين ان هو لسه جعان، اللي هو فين ده او ده، يبقى ده تمام كفاية كده، نرجعهم لأهاليهم. ونقول لك لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.